عند الإشارة تكون الساعة 7 صباحا. وهنا رباط إذاعة المملكة المغربية. أهلا وسهلا بالجميع، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نمشي واحد الموضوع واحد الحوار أجريته شخصيا مع أحد الجزائريين في إحدى المنصات، أنه ما بغاش يقول الاسم ديالو خوفا، لأنكم كتعرفوا بأن كل من ينتقد النظام الجزائري، كل ما أنه ينتقد الحالة المزرية اللي كتعيشها الجزائر، كل من يذكر في تدوين الحالة المزرية اللي كيعيشها الشعب الجزائري إلا ويكون القمع، سيسجن في السجون وراني قلت لكم في الحلقة السابقة كل شيء متخلف في الجزائر إلا حاجة واحدة وهو جهاز القمع. هاد السيد هذا ما بغاش تذكر الاسم ديالو، غادي نسمعوه بطبيعة الحال، وغادي يحاول أنه يرد على ذاك من يدعون من المحللين السياسيين الجزائريين منه كذلك محمد دومير يقول لك بأن اليوطي هو من بنى المغرب الجديد. وقال لك سيدي ما كانش المغرب قبل سنة 2012، ما كانش حاجة سميتها المغرب، ويتكلمون عن مملكة فاس ومملكة مراكش. غادي نشوفوا هاد الخرجة ديالو وسنستفيد منه وله جزيل الشكر. ولكن قبل غادي نمشيو مع جوج ديال الأحداث. الحدث الأول هو صدق الجمهور الجزائري خلال المقابلة التي جمعت المنتخب الوطني الجزائري ضد نظيره غينيا الاستوائية برسم الإقصائيات المهيلة اللي كان 2025 اللي غادي تدور بالمغرب بطبيعة الحال، خرجوا قال واحد الشعار والله ما نفوطي الحراقة في البوطي. هناك غادي نقول لكم واحد القصة وقعت غير مؤخرا نهار الاثنين بمدينة تطوان بالضبط بالفنيدق، تم اعتقال أحد الجزائريين هذا اللي هرب من جحيم الجزائر، حرق جل الدار البيضاء، من الدار البيضاء جل تطوان بنية أنه يحرق إلى الدول الأوروبية. في إحدى المطاعم واحد السيدة دخلت أنها بغت أنها تأخذ الوجبة ديال الغداء ديالها بطبيعة الحال، استغل أنها نضت إلى اللي ما يسمى بالكونتوار، استغل وسرق لها المحفظة ديالها، تم اعتقاله، جاء الأمن وداوه إلى مخفر الشرطة وتم التحقيق معه بطبيعة الحال، وضبط بأنه جزائري وراه دابا الآن موجود في الحراسة النظرية. ونهار الثلاث قال لك سيدي بأنه غادي يتقدم إلى المحكمة، ما عنديش جديد أنني باش ما نكذبش عليكم. إذن هذه هي الجزائر، القوة الضاربة وشوكر لافريك، مازال الجزائريين كلهم إن شاء الله غادي يهربوا إلى المغرب، والأيام بيننا، كل شيء غادي يهرب من جحيم الجزائر، اما الحدود الليبيه غادي يدخلوا ليبيا او تونس او المغرب، وشوف المغرب واش غادي يقبلهم ولا لا. الحدث الثاني هو انني من شفت في الحمله الانتخابيه عبد المجيد تبون كيتكلم على واحد المصطلح اللي سمعته، المؤخره. وهنا واحد العاده الجزائريه كنشوفوا بان ورثوها الجزائريين من اجدادهم، وهنا اولا بعدا كننصحهم انهم يوثقوها في اليونسكو. هذه العاده ينفرد بها غلف حولة وأشواكر ديال الجزائر، وراكم كتعرفوا بأنك يقول لك احنا فينا النيف ورجال حلاق جزائري بفرنسا وبالضبط بباربيس، أنه عفانا وعفاكم الله أنه كيحسن لي الكرغولي المؤخرة دياله. وهنا نصيحة حول أنكم تحافظوا على العادة ديالكم والتقاليد ديالكم وكونوا رجال شوية، وحاولوا أنها توثقوها في اليونسكو باش أنهم ما يسرقوها لكمش الأوروبيون. هنا غادي نمشيو عند التسجيل كما قلت لكم الحوار الذي أجريته شخصيا في إحدى المنصات مع أحد الجزائريين، أكيد أننا ما غاديش نقول الاسمية ديالو لأنه خوفا من بطش النظام الجزائري كما قلت لكم لذا شي تدوينة إلا ويعاقب. غادي نسميه محمد. هذا الأستاذ ديالنا السي محمد أنه كيحاول أنه يرد على الثرهات ديال دوك المحللين السياسيين منهم كذلك حتى محمد دومير كيقول لك بان اليوطي هو من بنى المغرب الحديث، وان المغرب لم يكن موجودا قبل سنه 2012، المغرب ما كانش، كيقول لك ما كانش منها. اذا نسمعوا للاخ محمد. مساء الانوار ايها المستمعين الكرام، اليوم بغيت نهضر على واحد القضية حساسة ومهمة ألا وهي اليوطي.
على خاطرش شفت بزاف التبونيين الحمقى في وسائل التواصل الاجتماعي يعايروا المغاربة بهذا اليوطي. وأصلا هاد التبونيين الأغبياء ما على بالهم شكون هاد اليوطي، كاين اليوطي حاسبها ماركة تاع دونتيفريس، غي قايلت له العصابة العسكرية مبرمجاته باللي هاد الكلمة تنارفي المغاربة، أيا يقعد يقولهم اليوطي اليوطي. أما اللي يروحوا لي أيها الأغبياء تلايموا عندي هنايا، حلوا ودنيكم غاية، نقوهم بالكوتونتيج وتصنت لي مليح شا غادي نقول لك. هاد اليوطي اسمه الحقيقي هو اليوطي أوبر غونزالف، تزاد لو 17 نوفمبر 1854 وتوفى لو 27 جويي 1934. هذا كان كولونيل بعثته وزارة الدفاع الفرنسية إلى الجزائر. الجزائر ذاك الوقت كانت فرنسية وكانوا فيها ثلاث مقاطعات، لو ديبارتمون أوراني، لو ديبارتمون ألجيروا، ولو ديبارتمون كونستانتينوا. غير هاد الجزائر الشمالية هي اللي كانت جزائر فرنسية. إلى هاد الحد الوقت ما كانتش كاينة هاد الصحراء اللي راكم تشوفوها هادي في الخريطة الجزائرية، ما كناش نعرفوها. كانوا تروا ديبارتمون ألجيريا تابعين لفرنسا، كيما ليل كيما ليون كيما بوردو كيما تولوز، الإعلام نتاع فرنسا يرفرف في البلديات نتاع وهران وتزاير وقسنطينة. ألور بعتوا هاد الكولونيل اليوطي، بعتوه باش يزيد يوسع المناطق نتاع الجزائر، على خاطرش باش يزيد يوسع الاستيطان، ماشي كيما قالوا نحن الاستعمار، لا الاستيطان. كاين فرق بين الاستيطان والاستعمار، لأن الجزائر كانت فرنسية. ورانا هنايا بعتوه او 1902، من 1902 حتى 1912، 10 سنين وهو يوسع في المناطق الجزائرية، اديها من بشار، عين صفراء، كاع هاد المناطق اللي راك تشوف فيهم، يعني الجزائر تقدر تقول بالمعنى تاعنا حنايا دار لها الدورسو. شتاكي تدخل صالة تحديد ودير الدورسو، شتو ديجا الخريطة تاع الجزائر دايره كي وحدة قبيلية، رقيقة من الفوق وعريضة من التحت. أما لهذاك العرض اللي راكم تشوفوه من التحت، هذيك الصحراء وداك العرض، هذا بسبب لو ماريشال ليوطي، كان عادة كولونال، مين جاب لهم قاع دوك المناطق ولا ماريشال، ترسم ماريشال في الجزائر. هذه وحدة. ثانيا هذا اليوطي المدرسة تاعه دارها في ليكول سانسير الموجودة في ليزيفلين، سان ديبارتمون في 78، قراوه تما كيفاش يدير الاستيطان، لان في هذيك لا بيريود تاع 1902 حتى 1912 فرنسا كانت في لا بوزيسيون نتاع القوه تاع لا فورس، والمملكه المغربيه كانت في لا بوزيسيون تاع الضعف بالنسبه لفرنسا. لذا هاد الاراضي كاع اللي راكم تشوفوهم زايدين هادو ما كانوش في وقت العثمانيين، ما كانتش كاينه هاد العفسه تاع بشار جزائريه وهاد الصوالح، أراضي هادو كانوا تابعين للإمبراطورية المغربية. واه يا خويا واه، هذه حقيقة وتقبل ما يلي، أنا ماشي بوغ فو فيغ بليزيغ نقعد نكذب في التاريخ، هذا تاريخ يا جماعة خاصه يتقال من باب الإنصاف ومن باب الحقيقة، لا بغى يضر، قولي الحق ولو كان مرا. أراضي هادو تاع بشار هادو كانوا تابعين للإمبراطورية المغربية، هادو داهم بالقوة، يعيطوا لها لا باسيفيكاسيون، هما داوها بالقوة تبغي ولا تكره. هاد اليوطي تقدر تقول ماشي هو لو سول اللي دا قاع دوك الاراضي تاع الصحراء تاع الجزائر، ولكن هو من ساهم، كان بارمي القيادات العسكرية الفرنسية اللي داو الاراضي بالقوة، خاطش هما ما داوش غير من المملكة المغربية، عم داو من تونس، داو من ليبيا، داو من نو، لان الجزائر اللي تاع الحديثه تاع دروك اللي راكم تشوفوها هذه الخريطه تاع الجزائر ما كانش هكا، كانت غير من الفوق، كانت اللي كانوا قادبينها العثمانيين داي والباشا. ولكن هذا الصحراء اللي راكم تشوفوا فيها من تحت وبشار والدنيات وعين صفراء، هادو كاع اراضي داتهم فرنسا بالقوه، كسوسوا من الإمبراطورية المغربية ولا من تونس ولا من ليبيا، هذه الحقيقة. ولكن العصابة العسكرية من داك عندها عقدة
من هذا اليوطي بغي يتبرمج التبونيون الأغبياء والحمقى باش زعما يعايروا المغرب باليوطي باش ما توليش عليهم هما. هذه هي تاع نفطر بي قبل ما تعشى بيا، هذه هي تاع ضربني وبكى سبقني واشتكى، زعما يعايرك هو باليوطي قبل انت ما تجبد عليه، قبل المغربي ما يريكلامي على الاراضي تاعه اللي داهم اليوطي، زعما هو يعايرك باليوطي. لان سيفري اليوطي بعد 1912 راح تاني للمملكه المغربيه ودار تما صوالح، ولكن قبل ما يروح المملكه المغربيه يا جماعه كان عندنا في الجزائر من 1902 حتى 1912، وهادو حقائق تاريخيه. وغادي نزيدكم من الشعر بيتا، على بالكم باللي عندنا ثلاثه تاع لي ستاتيو تاع التماثيل تاع اليوطي في الجزائر، كاين واحد في وهرن، كاين واحد في الجزائر العاصمة، وكاين واحد في قسنطينة. هذا تاع وهرن جاي في فروندمار عند البلاسيطة وين كاين زوج تاع لي كريمري، وين أونفاس كاين لاجونس تاع جيزي. هرم الناس اللي يسكنوا في الغرب الجزائري يعرفوا هذه فروندمار، خاطش بلاصة معروفة. تما كان اليوطي، وهالي فوتو، هالي فوتو. الحمد لله على نعمة الانترنت. هادشي اللي رانا نقوله لكم دروك اقسم لكم بالله العلي العظيم ما تقريه لك العصابة العسكرية في المدارس، في المدارس الجزائرية وفي التاريخ ما يقروكش هالصوالح، يقروك غير باللي اليوطي راح للمملكة المغربية ودار المغرب الحديث. ولكن قبل ما يروح، على ما تقرينيش على الستاتيو اللي كان في وهرن، شراه يدير ستاتيو نتاع اليوطي في وهرن في فروندمار؟ ها شراه يدير ستاتيو تاع اليوطي في قسنطينة؟ شراه يدير ستاتيو تاع اليوطي في الجزائر العاصمة؟ ها هذه ما تقريها ليش، ها تقعد تهضر لي غير على ستاتيو تاع كازا وستاتيو تاع اليوطي اللي كاين في المغرب. إما لا هذه حقيقة، والأصابع الزرقاء لازم لهم يعرفوا الحقيقة. اليوطي كان عندنا الاسم تاعه اليوطي أوبر غونزالف، هالي فوتو تاوعه، وإن شاء الله نكون الرسالة وصلت والفهم يفهم. والسلام عليكم ورحمة الله.